بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان. معشر السادة والسيدات، مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء التواصلي، وعنوان كلمته سنة تصحيح المفاهيم. أقصد هذه السنة بالذات التي نحن نستعد لتوديعها، وهي سنة 2020. من سمات هذه السنة أنها سنة صعبة. أتصور شخصيا بأنه لم يمر علينا مثلها في اعتقالها وفيما ميزها من الوباء ومن الضغط الاقتصادي ومن الضغط النفسي على المواطنين. إن وصولنا معشر السادة والسيدات إلى نهاية هذه السنة يستحق الرضا ويستوجب الحمد ويستوجب الشكر. إننا تعلمنا في هذه السنة أشياء كثيرة جدا. أتصور شخصيا أنني تعلمت فيها ما لم أتعلمه في عمري كله، ولا يسمح الوقت الآن بالتفصيل، ولكننا نأتي ببعض الأشياء التي تعلمناها في هذه السنة. الأمر الأول، تعلمنا فيها أن السلامة في البعد عن الناس. البعد عن الناس في إطار النجاة، في إطار النجاة من سوءهم ومن ضررهم. ما موقف الإسلام من البعد عن الناس؟ إذا كان الشخص سيتأذى من الناس وسيصيبه من الضرر أكثر من النفع، فالابتعاد عنهم أفضل وأحسن. ولكن أين، ما موقفنا من قول النبي عليه السلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم؟ نتحدث هنا عما يتحقق من مصلحة في هذه الخلطة وما ينتج عنها من مآس. إذا كان الشخص يخالط الناس ليعلمهم، لينصحهم، ليدعوهم إلى الخير، فهذا أفضل وأحسن. وإذا كانت الخلطة تؤذيه وتؤذيهم أكثر مما تنفعه وتنفعهم، فالابتعاد أولى. وعلمنا هذا الوباء أن الابتعاد عن الناس أفضل من مخالطتهم. وتعلمنا منها ثانيا أن من أغلق فمه حفظ نفسه، وهذا الإغلاق مادي ومعنوي. الإغلاق المادي يتعلق بالكمامة التي من استعملها نجا من الوباء بإذن الله بالطبع. ولكن يوحي لنا هذا بشيء مهم جدا،
أن من أغلق نفسه عما لا يعنيه ولا ينبغي الاشتغال به فإنه ينجو دنيا وأخرى، وذلك ابتعاده عن الغيبة والنميمة والغمز واللمز وشهادة الزور وقول السوء وغير ذلك مما يؤذي به الناس ويؤذي به نفسه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. وتعلمنا من هذه السنة ثالثا أن بيت الإنسان هو المأوى، مأوى الدنيا هو البيت، ومأوى الآخرة هي الجنة، فإن الجنة هي المأوى. وكثيرا ما تضجرنا من القعود في البيت، وأحسسنا بأننا محبوسون فيها، ولكن اكتشفنا أن البيت في دنيا الله هو مأوانا الحقيقي. وهذا يتمشى مع قول عليه الصلاة والسلام للصحابي عندما نصحه: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، يعني ابتعادا عن الفساد وعن الضلال وعن الأمراض وعن السوء، إلزم بيتك. وتعلمنا منها رابعا أن العائلة هي الإرث الحقيقي والأعلى. إن ظروفنا معشر السادة والسيدات شغلتنا كثيرا عن عائلاتنا، شغلنا عنهم والهاتف والعمل والجلوس في المقاهي وغير ذلك من الأشياء، ولكن ظروف هذا المرض فرضت علينا أن نجلس معه. وكما قال أحدهم يعني منكتا ومتبسما: ولا عندي الوقت وجلست مع موالين الدار ولقيتهم مسكنة يعني ضراف وطيبين، ولم تسمح له الظروف قبل هذا أن يعرف بأن هذه العائلة هي نور البيت، ويجب أن يعتز بها وبالتواجد معها، ويفترض أن يقضي معها أكثر أوقاته إلا للضرورة القصوى. وعلمتنا خامسا أن أغلب الظواهر الاجتماعية مجاملات يمكن الاستغناء عنها والتخلص منها. في فترة هذا الوباء حرمنا من الأسفار، حرمنا أحيانا من الخروج من بيوتنا إلا لعذر، وحرمنا من أطعمة معينة نظرا لأنها لا تتناسب مع الأمراض، واكتشفنا أن ذلك لم يؤثر فينا كثيرا، وأن حياتنا استمرت طبيعية كأن شيئا لم يقع. تعلمنا منها سادسا أن طباعنا تتبدل. كان الناس يقولون: من شب على شيء شاب عليه، والطبع يغلب التطبع. ولكن مدة الوباء هذه علمتنا أن الطباع يمكن أن تتبدل ويمكن أن تتغير، وأن كثيرا من الأشياء التي كنا نعتبرها جزءا من حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنها تخلصنا منها
ولم يحدث أي شيء في دنيا الله سبحانه وتعالى. وتعلمنا منها كذلك سابعا أن أمنياتنا تتغير، بمعنى أحلام الإنسان تتغير حسب الظروف التي عاش فيها. كنا قبل المرض وقبل المحنة نحلم بأشياء كثيرة جدا، نبني قصورا في الهواء ونحلم بأننا سنحقق أشياء فوق الوصف وفوق التصور. ولكن مع الأزمة ومع المشاكل أصبح أكبر أمنياتنا أن نعود كما كنا، أصبح أكبر أمنيتنا العافية والسلام في الدين والدنيا والآخرة. وبالتالي فأفضل الأمنيات في الحقيقة كما تعلمنا الآن أن يعيش الإنسان في راحة بال وفي صحة وعافية وفي رضا الله عنه سبحانه وتعالى، بمعنى السلامة ورضا الله أهم ما يجب أن تتمناه أيها العبد الصالح. وتعلمنا من هذه السنة ثامنا أنه عند المحنة ذكر نفسك بالأجر يهون الهم. عندما تصاب بالمحنة ويكبر همك تحس بكثير من الضيق، ولكن خفف عن نفسك بأن ما أصابك سيكون له أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، فيضعف الهم ويخف أثره، وبالتالي تصبر وتحتسب ويعظم أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وتعلمنا منها كذلك تاسعا ما أكده الشاعر بقوله: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يتصور الواحد منا معشر المؤمن والمؤمنات أن الموت بعيد عنا، ما دمنا نأكل مرتاحين ونذهب وناتي ونحس بالعافية مع ذلك أننا بعيد عن الموت، وربما نتصور أننا بمنجاة منه. ولكن أيام الوباء هذه علمتنا أن الموت أقرب إلينا من نعالنا التي نلبسها في الصباح وفي المساء. فهذه الظروف الصعبة والقاهرة معشر الإخوة والأخوات، الكثيرون منا فقدوا أفرادا من عائلاتهم، وآخرون فقدوا كثيرا من جيرانهم، وآخرون فقدوا كثيرا من أصدقائهم. ونحن معشر الأئمة فقدنا كثيرا من الفقهاء والعلماء. الموت يحصد بالليل وبالنهار، في الصباح وفي المساء. فقدنا الأطباء، فقدنا الممرضين، فقدنا المسؤولين، فقدنا نماذج طيبة عزيزة مرغوب فيها، ولكن الموت لا ينتظر. ولذلك معشر الإخوة والأخوات، عندما يرى الإنسان كثرة الأموات ويعرف بأن الموت غير تيدور تيقلب على من؟ ممن انتهى أجله بالطبع، ويرى كذلك ما لاحظنا ولا سيما في الشهور الأخيرة الموت الفجأة، يعني الإنسان سبحان الله تراه اليوم صحيحا معافا، وفي الليل يقولون لك فلان أو فلانة من الناس أديم الله، في سرعة البرق وفي شكل ليس منتظرا. وتعلمنا عاشرا وأخيرا أن الدعاء
وطلب الفرج من رب كريم هو عوض متاح وباب مفتوح دائما. العبادة عموما معشر المؤمن والمؤمنات بما في ذلك من الصلاة والقرآن والذكر، وبالتالي الدعاء متاحة باستمرار. سبحان الله، لا يمنع منها المرض ولا الشغل ولا أي شيء من هذا القبيل. وبالتالي فوسيلتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى أن نكثر من الدعاء، وأن نكثر من التضرع، وأن نكثر من البكاء على رب كريم يستطيع أن يفرج عنا وأن يحفظ بلدنا وأن يحسن إلينا. ولم أعدد كل ما تعلمناه وما أكثره، ولكن إن شاء الله فيما ذكرته كفاية. ويجب على الإنسان أن يعتبر وأن يتصالح مع الله، وأن يستعد قبل أن يأتي يوم تقول فيه: يا ليتني قدمت لحياتي. أقول الذي سمعتم وأستغفر الله ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.